صلى الإله على النبي وآله فبهم تشم أزاهر البستان. طوبى لمن وعلى جماعة صحبه ويكون من أحبابه الحسنان. بين الصحابة والقرابة ألفة لا تستحيل بنزغة الشيطان. هم كالأصابع في اليدين تواصلا، هل يستوي كف بغير بنان؟ ويل لعبد خان آل محمد بعداوة الأزواج والأختان. قال: ألا تجيبون يا معشر الأنصار؟ إن عقد المبايعة بين طرفين يقتضي أن يذكر كل طرف شروطه، وهذا في قمة العدل الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فسكتوا. قال: قولوا أما إنكم لو قلتم لصدقتم وصدقتم. يعلمهم: قولوا أتيتنا وحيدا فآزرناك، وجئتنا طريضا فآويناك، وواسيناك بأموالنا، ومنعناك مما نمنع منه أنفسنا وأزرنا. هكذا كان الحال. فبكى مشيخة الأنصار وقالوا: المنة لله ولرسوله، نحن نمن عليه. ثم يقول لهم مذكرا بالعهد: يا معشر الأنصار، ألا ترغبون أو ألا تحبون أن ينقلب الناس إلى أهليهم بالشاة والبعير وأن ترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ المحيا محياكم والممات مماتكم، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ثم دعا لهم: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، اللهم من أراد الأنصار بخير فوافق، ومن أرادهم بسوء فأذبه كما يذاب الملح في الماء. فبكى مشيخة الأنصار وقالوا: رضينا برسول الله قسما أو نصيبا، صلوات ربي وسلاماته عليه. يقول أهل السلوك والمعارف: شتان شتان بين من طرق باب الملك يرجو حاجة ليقضيها، فوكل بعضا من حجابه ولم يرى الملك، قضيت حاجته ولم يرى الملك، وبين من طرق باب الملك لا يريد حاجة إنما يريد رؤية الملك فأجلسه بجواره، فمن كان الملك لا شك أنه أفضل ممن أخذ من حاجة الملك. هذا جليس يجالس. ولذلك كانوا يقولون: ذكر أهل الإيمان لا إله إلا الله، وذكر أهل الإحسان والعرفان الله، لأنهم مع الله، ليس بحاجة إلى نفي وإثبات. إذن هذه البيعة بشروطها أظهرت فضيلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولذلك عملت عملها فلم يروا في الأرض أرقى ولا أحب ولا أقرب إلى قلوبهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك لما أراد عبد الله بن أبي بن سلول، عندما عاد من غزاة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد ازدحم بعض عماله مع البعض الآخر على المياه من أجل دوابهم وحصلت المشاحنات كما تعرفون، قالوا: زاحمونا فنافرونا، سم من كلبك يأكلك، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وانتشر الخبر بين الناس، فوقف ولده عبد الله على الباب الذي سيدخل منه أبوه، وقال: إلى أين؟ وقد شهر سيفه. قال: إلى المدينة. قال: لن تدخلها حتى يأذن رسول الله لتعلم من الأعز ومن الأذل. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قال: نأذن له ونترفق به ونحسن إليه ما أقام بيننا، صلوات ربي وسلاماته عليه. لما تفعل ذلك يا عبد الله؟ قال: كذا وكذا من الكلام. قال: لا. قال: يا رسول الله، إن كنت آمرا أحدا أن يقتل عبد الله فمرني لأقتله، فإني ربما أخذتني حمية فأقتل مؤمنا بكافر.
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. إذن عندما يصل الإنسان في البيعة إلى هذا المعنى هي بيعة حقيقية متكاملة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم بهذه البيعة بالمفهوم الأعم والخاص إنما قطعوا علائقهم مع السابقين. عندما تنظر إلى هذه الآية وتنظر إلى الدر المنثور، إلى القرطبي، إلى الواحد في أسباب النزول، ترى الكلمة متطابقة على أنها نزلت لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله لو كانوا آباهم، إلى آخر الآية. قيل نزلت في عمر بن الخطاب لأنه قتل خاله، وقيل نزلت في أبي بكر لأنه هم بقتل ولده، وقيل نزلت بأبي عبيدة لأنه قتل أباه، وقيل نزلت بفلان، وقيل نزلت بحمزة وعلي وعبيدة عندما قتلوا عتبة وشيبة بني ربيعة والوليد بن عتبة. لا يعني أن الإسلام يدعوك إلى سفك الدماء، وإنما عندما تبايع وتستوفي فهم معنى البيعة هي قطع العلائق بكل الماضي، وأن تفتح صفحة جديدة لتحمل رسالة الله، لتبلغ رسالة الله، ولكن في أماكن معينة لا بد وأن تظهر الأمور على حقيقتها، فإما إلى جانب أهل المؤمنين وإما إلى جانب لا سمح الله أهل المشركين. وبالتالي البيعة هي بيعة مع الله، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. أم حبيبة رضي الله تعالى عنها لما نقضت قريش العهد في قضية خزاعة وبكر، وأعانت بكرا على خزاعة، وأتى وفد خزاعة يستنصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأرسلت قريش أبا سفيان ليستزيد في المدة، في مدة الهدنة، ليصلح ما أفسده. فلما دخل المدينة المنورة حاول تارة مع فلان تارة مع فلان، كما هو في السير مع سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، قال أنا يعني أتوسط لك عند النبي عليه الصلاة والسلام وقد غدرتم، أنا لو لم أجد شيئا أقاتلكم به إلا الذر لقاتلتكم به. وأخيرا وصل إلى علي فاستنصحه رضي الله تعالى عنه، قال أنا لا أنصحك أن تدخل في هذا الموضوع، قال أدخل على ابنتي أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فدخل عليها وأراد أن يجلس على فراش سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فطوت الفراش، قال أي بني، هو سيد من سادات قريش ولو لم يكن قد أسلم بعد، قال أي بني أرغبت بالفراش عني أم رغبت بي عن الفراش؟ يعني هل الفراش لا يليق بمقامي أنا أبو سفيان سيد قريش، أم أنني أنا لا أستحق الجلوس عليه؟ قالت إنه فراش رسول الله وأنت مشرك، لا ينبغي أن تجلس عليه. قال يا بني لقد أصابك من بعدي خطر أو أثر يعني عظيم، ضرر عظيم صار معك. هي نظرت لم تتجاهل أنه يعني أبو سفيان أنه أبوها، لم تتجاهل ذلك، ولكن هذا فراش رسول الله عليه الصلاة والسلام له قدسية، له حساسية، له معنى، والفاصل في ذلك أنها توفي ببيعتها، لا أنها تتصرف كزوجة فقط، وإنما توفي ببيعتها مع النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنة به ثم زوجة له. طوت الفراش، قال لا ينبغي لمثلك أن يجلس على هذا الفراش، إنه فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندما أتى ذاك الرجل قيل من المنافقين وقيل من اليهود كما ذكر أهل السير، والنبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يزوره تأليفا لقلبه، وكان عليه الصلاة والسلام بما حلاه الله، بما رفعه الله، بما أكرمه الله عز وجل بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، فبما رحمة من الله لنت لهم. ذهب إليه فلما رآه، أي رأى النبي عليه الصلاة والسلام، قال لمن حضر أبعد عني هذا الحمار، كان عليه الصلاة والسلام يركب على حمار له، أبعد عني هذا الحمار فقد آذاني نتن ريحه. لكن هذا الحمار نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام،
فقال الصحابي: لريح حمار رسول الله أطيب من ريحك. لما؟ لأن هذا يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك مثلا عندما تسابق أعرابي مع بعض الصحابة ثم وصل الأمر إلى أن يكون السباق مع ناقة النبي عليه الصلاة والسلام سبقت، وهذا أمر عادي للتعليم، فعم الحزن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ماذا هناك؟ سأله النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: ناقة رسول الله تسبق؟ هذا غير معقول. قال: حق على الله أنه ما ارتفع شيء إلا وضع، من أجل أن يخفف عليهم هذا الألم. هذا مفهوم البيعة ليس لعبا. ولذلك عندما ننظر إلى بقية الصحابة في تصرفاتهم ترى هذا المعنى قائما متمكنا، ألزم في نفوسهم وفي قلوبهم، ولذلك لم يرجعوا إلى مكة بعد فتح حتى تدوم لهم عملية الهجرة في ثوابها وكرامتها ومكرمتها. المغيرة بن شعبة كلنا يعرف، ومن أدراك ما المغيرة. في صلح الحديبية تعرفون أن الوفود أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقول وصل العدد إلى 5 من المفاوضين، عروة بن مسعود، وبعضهم قال أتى سهل أو سهيل بن عمرو إلى آخره. وكان من عادة العرب عند النقاش وأخذ الشروط أن يمد أحدهم يده إلى لحية المحاور، فعروة بن مسعود الثقفي جلس ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام: هذا شرط كذا وهذا شرط كذا، بغض النظر عن موضوع أنه قال هذا ما عاهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: اكتب اسمك واسم أبيك، فإننا لو علمنا أنك رسول الله لآمنا بك ولما قاتلناك. سيدنا علي ما رضي، معروف القصة. لكن كلما مد يده إلى لحية النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم يترفق به ويصبر عليه. وكان قائما خلف النبي عليه الصلاة والسلام فارس مقنع لم يحتمل هذا الأمر، فمد سيفه والسيف لا يزال في غمده، وقرع يد المغيرة يد عروة بن مسعود الثقفي، وقال له: أخر يدك عن لحية رسول الله قبل ألا تعود إليك، أي أقطعها. قال: ما أفضك؟ ما أغلظك؟ من هذا يا محمد؟ أنت تحاورني وما تكلمت. هذا يعني تكلم كما يقال بالمثل الدارج، يريد أن يعمل الملك أكثر من الملك. من هذا؟ فتبسم عليه الصلاة والسلام، قال: ألا تعرف؟ قال له مقنع لا يرى منه إلا الحديد. قال: هذا ابن أخيك المغيرة. قال: يا لكع، أنت بالأمس أغرت على الناس وأخذت حلالهم، وأنا عقدت صلحا مع الناس وفي إليهم ما سلبتهم بالتقصيد. قال: إنه رسول الله، يعني أنا أسلمت وبايعت، انتهت العملية، الإسلام يجب ما قبله. هذه البيعة. باختصار أنتقل إلى موضوع المعية. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قبلها هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ما أعظم هذه الآية، كل آيات القرآن، لكن البلاغة تتنوع بجمالها. يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، بالهدى بالشريعة، ودين الحق هي الحقيقة كما يقول أهل السلوك. أرسل رسوله بعلم الظاهر والباطن، بالإسلام والإيمان والإحسان. أرسل رسوله بالهدى، هل كان قد أرسله فكانت الباء سببية بسبب الهدى الذي أراده الله وبسبب دين الحق الذي أراد الله نشره، أو أرسله بالهدى على التجوز للمعية مع الهدى، أو هو الذي أرسل رسوله حالة إرساله محمد بالهدى ومحمد بدين الحق، ولذلك ليظهره، أي يظهر محمدا عليه الصلاة والسلام على الدين كله، أي على ما جاء به الرسل من دين سابق يمكن أن يحمل على الدين ويمكن أن يحمل على النبي عليه الصلاة والسلام، وبينهما تلازم متضمن ولا يمكن أن ينفك أحدهما على الآخر. فإذا قلت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإنما تعني الإسلام بكل أبعاده، وإذا قلت الإسلام والإيمان والإحسان فإنما تعبر عمن جاء به وهو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى قول الإمام الحسن البصري رضي الله تعالى عنه: الرسول على قدر المرسل. وقل ما شئت في ذلك من شعر وثناء وإطراء، الرسول على قدر المرسل. من الذي أرسله؟ الله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله،
فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أية عظمة هذه يمكن أن يفهمها الإنسان أو أن يدعيها لآخرين؟ المهم يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله في زمنه، ليظهره على الدين كله في أصحابه من بعده، ليظهره على الدين كله في أتباع هذا الدين من بعده، ليظهره على الدين كله إلى قيام الساعة، ليظهره على الدين كله على يد رجل من أمته، من ذريته، من سلالته، أو الذي نعرفه نحن في عقائدنا وشرائعنا، هو المهدي الذي يأتي في ذاك الزمان، فيظهر الدين على كل الأديان، ويعم السلام والرخاء، ويملأها عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الله يشهد، وكفى أن يكون الله شاهدا على ما سيكون. ثم المطلع بعد ذلك: محمد رسول الله. وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه. يمكن هكذا: أشداء على الكفار، هذه معية، معية بالجسد إذ حضروا، معية بالروح إذ غابوا، معية ظاهرة وقلبية، معية مع الزمن بعد ذلك، معية لمن كان حاضرا فرأى وسمع وجالس وتشرف بالسلام والمبايعة. وهل يمكن أن تكون معية جمعية روحية بعد ذلك؟ يمكن أن يكون. ولذلك مما قاله العلماء أن الإمام القسطلاني صاحب إرشاد في شرح صحيح البخاري إرشاد الساري قال: كان بينه وبين الإمام السيوطي يعني هكذا شيء من الخلاف، وبعضهم يقول كانت هناك يعني حالة إلى حد ما قطيعة سببها، ثم بعد ذلك اصطلحوا. قال: لأن السيوطي يوما من الأيام دخل أو أراد أن يدخل عليه القسطلاني فأبى، لم يستقبل وزعل، وكان بينهما هذه الجفوة. فعلم بذلك بعد فترة الإمام السيوطي رضي الله تعالى عنه، فأتى إلى الإمام القسطلاني معتذرا وقال: أنا لم آذن لك بالدخول، لا لأنني لا أرغب فيك، ولكنني كنت في جمعية مع النبي عليه الصلاة والسلام، كنت في جمعية مع النبي عليه الصلاة والسلام. محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذين معه، ما هي الأوصاف؟ أشداء على الكفار، رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوه من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين رضي الله تعالى عنهما، قالوا: هل تحفظ من نعت النبي عليه الصلاة والسلام في الكتب السابقة شيئا؟ قال: نعم. وتلا عليهم بعض ما يحفظ، قال: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، بل يعفو ويغفر، أمته الحمادون، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقول: لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذه ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، إلى آخر الآيات. هذه الآية عندما ننظر إلى آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، إلى آخر الآيات، نرى أن في هذه الآيات نوعا من المقابلة أو المقارنة. ولذلك هنا من صفاتهم أنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، وهناك أيضا أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، هنا أيضا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، هناك أيضا يقاتلون يجاهدون في سبيل الله، وهناك أيضا بعدما بين أحوالهم أنهم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون. عندما ترى إلى هذه الأوصاف ترى التقابل أو التطابق، بأن من صفات من هم مع النبي عليه الصلاة والسلام
أن يكونوا ركعا وأن يكونوا سجدا وأن يكونوا رحماء على المؤمنين وأن يكونوا أشداء على الكافرين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وأنهم يقاتلون في سبيل الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما شابه ذلك من التفاصيل، وأنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، أن ولايتهم بأنهم يؤتون الزكاة وهم راكعون، تراهم ركعا سجدا وهو على صيغة المبالغة، وهي حقيقة ليست مبالغة على سبيل عدم التحقق، وإنما هي مبالغة عن حقيقة أمرهم وواقعهم. ولذلك عندما ترى إلى هذا العقد والذين معه، إن المعية مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام تفرض بالمقابل على من هم معه في زمنه أو بعد ذلك، الذين آمنوا به واتخذوا تعاليمه نبراسة، أن يكونوا رحماء بينهم وأن يكونوا أشداء على الآخرين، أن يكونوا أذلة فيما بينهم، وهذا إذلال إدلال من رحمة وليس من باب الإذلال الذي فيه الإهانة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، قال اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وليس فيه معنى الإهانة هنا أيضا. فإن الذي يزعم معية مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا يلتفت إلى هذه المعاني، نقول له إن معيتك ناقصة، إذ بنيت على بيعة ناقصة، أنت بحاجة إلى تصحيح بيعة من أجل أن تدخل إلى معية سليمة. ولذلك الله تعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. خلاص، طالما النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك نحن نلتزم. وهذا معنى قول سلمان رضي الله تعالى عنه عندما حفروا الخندق وظهرت لهم صخرة صغيرة، قالوا نحول هذا الخط لأننا لا نستطيع أن نعمل شيئا في هذه الصخرة. قال لا أحول خطا خطه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن البيعة الصادقة بكل شروطها تستلزم يقينا معية صادقة متكاملة، وبالتالي تكون النتائج بعد ذلك أيضا متكاملة. ومن هنا أيها الأحباب، لما الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا أمر دقيق، في أحد قال عليه الصلاة والسلام للرماة على تلة الرماة إلزموا أماكنكم لا تبرحوها، إن رأيتمونا انتصرنا أو انهزمنا، هذا إلزام أن يبقوا. لما انتهت المعركة في ظاهر الأمر وهزم المشركون، البعض اجتهد فنزل، والتف سيدنا خالد رضي الله تعالى عنه قبل أن يسلم خلف الصحابة، وحصل ما حصل وانقلبت الأمور. لماذا يحاول البعض أحيانا أن يدرس هذه القضية على أنها نصر أو أنها هزيمة؟ نخرج من هذه الدائرة. الذي أستفيده من هذه الحادثة في مفهوم فضل الصحابة في تحقيق البيعة مع المعية، يقول أهل التحقيق إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذاك الزمن هم أرقى مجتمع عرفته البشرية، أرقى مجتمع هذا الرعيل الذي هو مع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بعضهم عندما خالف الأمر، أي خرج عن المنهج ولو باجتهاد، مع أنه لا اجتهاد في مورد النص، أراد الله عز وجل للأمة أن يسلم منهجها من التخلف ولو كان ذلك فيه أذى لبعض الصحب مع خير الخلق صلوات ربي وسلاماته عليه. لأنهم لو انتصروا ولم تمسهم الجراح في تلك المعركة مع مخالفة بعض الرماة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لاستسهل الناس بعد ذلك في زمنه وفي أيامنا أنه يمكن أن أخالف الشرع أو أن أخالف رأي النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة ويمكن أن يتحقق النصر بعد ذلك. لكن الله تعالى أراد أن يعلمنا ليسلم منهجه من التناقض أو التخلف عن تحقيق نتائجه، مسهم ما مسهم وحصل ما حصل معهم وبين ذلك بما كسبت أيديكم، من أجل أن يعلمنا أن المنهج الرباني عند البيعة الكاملة بشروطها والمعية الحقيقية أن يكون هناك التسليم، ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولذلك البعض الذي يتكلم في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نقول له إنك في إساءتك لهم إنما تسيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت تسيء إلى القرآن الكريم. والذي يقول ارتد بعض الصحابة أو لم يرتد أنه لم يبق منهم إلا 14 أو 7 أنفس أو ما شابه ذلك، الله تعالى أخبر بصيغة الماضي للتحقيق وهو واقع، ووعد الله لا يتخلف. قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، من الذي يزكي بعد
أمر الله عز وجل؟ ومن الذي يقيم الصحابة بعد ذلك؟ وإن حصل منهم هنا وهناك بعض اجتهاد فهذا مغفور في بحر حسناتهم، بالإضافة إلى أن هذا الأمر كان مصدر تشريع، ولعلنا أشرنا إلى ذلك في بعض الدروس المباركة السابقة عندما كان الحديث عن الخلفاء الراشدين. عندما حصل ما حصل بين الصحابة، يقول الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: كل ما حصل هو مكرمة، لأننا إذا أردنا أن نحاكم البغاة على أمير شرعي أو حاكم، حاكميته أو حكومته شرعية، عندما يخرج عليه الناس نسميهم البغاة، كيف نحاكمهم؟ مصدر التشريع فعل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. كلما حصل أمر نقول يحكم بهم بكذا، لأن علي رضي الله تعالى عنه حكم بالبغاة كذا. فلو لم يكن هناك بغي لما تحقق تحققت هذه الأحكام، لأن الذي يخرج على الإمام الحق باغي مع تأويل، والذي يخرج على النبي كافر والعياذ بالله. ولذلك هذا لا يتحقق أن هناك بغيا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. على أي حال، أعود فأقول إن هذه البيعة وهذه المعية كانت فضيلة للصحابة رضي الله تعالى عنهم في أعلى قمتها. تلاحظ أن صهيبا الرومي رضي الله تعالى عنه كما في سبب النزول عند الواحد وغيره: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قالوا نزلت في صهيب الرومي عندما أراد الهجرة والخروج من مكة إلى المدينة المنورة، منعوه، فلما قام عليه شباب أو غلمان من مكة المكرمة أغراهم بالذهب، فدلهم على ذهبه الذي دفنه في الدار وعلى ماله مع فلان ومع فلان، خذوه واتركوني أن أسافر. فلما هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والهجرة كانت واجبة لأن المسألة كما تعرفون يعني الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، إلى آخر الآيات. فلما أطل على المدينة المنورة حقق بيعته ليكون مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال له سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: أبا يحيى ربح البيع. السر النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بذلك. فلما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام تهلل وجهه الشريف له وقال له: أبا يحيى ربح البيع، ربح البيع، ربح البيع. المسألة ليست يعني سهل، حتى في قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. عندي شاري وبائع وسلعة وثمن، الذي اشترى هو الله من المؤمنين أنفسهم، هو خلقهم، كيف يبيع المؤمن نفسه؟ إن هذه النفس الملهمة العاقلة الواعية المؤمنة أقامها الله عز وجل بمفهوم البيعة والمعية ومفهوم الإيمان والتصديق مقاما متجردا عن النفس البشرية الأخرى. فأتى الإنسان ليتعاقد مع الله فباع نفسه لله، أي النفس الظاهرة. أين الثمن؟ بأن لهم الجنة. الباء دائما تدخل على البدل، اشتريت الثوب بكذا بألف درهم، فالألف هو الثمن. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، هذه السلعة، بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، إلى آخر الآيات. إذا كان الله عز وجل يكرمنا وقد وفقنا إلى بيعة صادقة وإيمان، ثم يشتري منا أنفسنا لنقدمها بين يديه، يشتري منا أوقاتنا، يشتري منا أموالنا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ لما أتى سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال: ماذا أبقيت لعيالي؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وقد سبقه عمر رضي الله تعالى عنه قال: ماذا أبقيت لعيالي؟ قال: نصف مالي. قال بعد ذلك سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: لن أنافس أبا بكر بعد اليوم. ولذلك في هذا المفهوم قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد له علينا يد إلا كافأناه بها، إلا ما كان من أبي بكر فإن له يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامة. بيعة ومعية صادقة وحب. عند ذلك يمكن أن أستميحكم عذرا لأخذ بعض الدقائق وأنزل الأمر إسقاطا على الواقع. بعد النبي عليه الصلاة والسلام كانت البيعة للخلفاء الراشدين، وكانت المعية معهم، وكانوا يضعون الشروط على الأمة
متى يجوز أن تخرج على الإمام ومتى لا يجوز؟ هذا في المفهوم السياسي. بقيت هناك بيعة خاصة لأهل الله، للوارث المحمدي، للمرشد الكامل، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أيمكن أن ينقطع هذا المدد وهذا السر بعد وفاة أو انتقال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إنه سر ساري ويستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. حتى في مباحث أصول الفقه، عندما تحدث الأصوليون علمياً، وعلم أصول الفقه فيه نوع من الجفاف، قالوا لا يخلو الزمان من قائم لله بحجة، هذا في الأدلة الشرعية والاستنباط والاجتهاد، لكن ألا يفهم منه أيضاً أنه لا يخلو الزمان من قائم لله بحجة على مشرب الوارث المحمدي المرشد الكامل؟ بلى، يقتضي ذلك، لأن الله عز وجل ترك هذا السر في الأمة، والله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أيحفظ الله الإسلام نصا بحسب الظاهر شريعة ويتلاشى مفهوم الحقيقة فلا يبقى بين أبناء الأمة؟ أبدا. ولذلك جرت عادة أهل الله المرشدين الكاملين أنهم كما تؤخذ الرواية بالإجازة من أجل سند الحديث عند المحدثين لبقاء بركة السند، إذ لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، أيضا هناك بيعة روحية وولاية باطنية تنتقل من السابقين إلى من بعدهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهؤلاء هم أهل الله الذين يأخذون الإذن مع الإرث والتوارث والخلافة والتخليف بأسرارها، بروحانياتها، بإيمانها، بكمالها، بجمالها. ولذلك أحيانا يقول البعض، وهذا موجود في الكتب وموجود بين يعني في أيامنا هذه، يأتي أحدهم يقول الأمر ليس لي، إنه أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان الأمر لي لخلفت ولدي مكاني، وإنما الولاية لفلان أو الخلافة لفلان. وكم من إنسان كانت خلافته لغير أبنائه من حيث النسب، وإنما كانت لأبنائه من حيث الروح. ولذلك كان يقول وقد أجزت ولدي القلبي وابني الروحي في هذه المسألة. وقد يكون أيضا أمر الخلافة لولده من بعده على نسق الآيات، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا، إلى آخر الآيات. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبقاء المرشد الكامل هو سر إلهي في معنى البيعة. ولذلك عندما يبايع أحدنا أحد المرشدين الكاملين الذي سبقت لك من الله عناية أزلية فوفقك إلى ذلك، يقرأ الآية عليك، هي بيعة على التوبة والاستقامة. ولذلك حتى في أسانيد البيعة عند القدامى وعند المحدثين يقولون وقد أذنته بأن يحمل بين يديه الزنبيل، وأن يعمل المقراض في شعور التائبين، وأن تمد له السجادة، وأن كذا وأن كذا، وأن تضرب أمامه الرايات، وأن تضرب أمامه كذا الآلات. ثم يقول ودمه دمنا وريقه ريقنا، من أحبه أحبنا ومن عاداه عادنا. هناك أيضا عليه الصلاة والسلام يقول من كنت مولاه فعلي مولاه، من أحبهم أي الصحابة عموما فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن أبغضني فقد أبغض الله، ومن أبغض الله فيوشك أن يأخذه جل جلال الله. إذن وهذه المعية أيضا تكون هنا، وهي التي يعبر عنها عند ساداتنا بالرابطة الروحية القلبية، وما ذاك في الإشارة إلى حديث سيدنا سفينة عندما وافق أسدا في أجمة، كما روى الإمام الحاكم وصححه وقال على شرط مسلم وأقره الذهبي في التلخيص، قال يا أبا حارثة أنا مولى رسول الله قد أضعت الطريق، فأقبل إليه يهز ذيلا ثم مشى بجواره يجنبه الهلكة،
ثم لما رأى أنه قد نجا همهم قال: فعلمت أنه يودعني. وقالها الإمام البوصيري في البردة كما تحفظون: ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. ماذا قال سفينة؟ قال: لو أنا مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أنا محسوب على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقد سمعتم بالمحاضرة السابقة للأخ الكريم أستاذ الدكتور محمد بن بريكة عن سيدنا عقبة رضي الله تعالى عنه كيف فعل بالقيروان، وقال: خرجوا، فخرجوا. وهذا موجود لا ينكره إلا مكابر، كما فعل ذكر الإمام السيوطي في تاريخ الخلفاء أن أهل مصر اشتكوا إلى سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أن النيل ما عاد يفيض، فكتب ورقة صغيرة وقال: ألقوها في النيل، بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله عمر بن الخطاب إلى نيل مصر، إن كنت تجري بأمرك فلا حاجة لنا بك، وإن كنت تجري بأمر الله فجري. فطاف وفاض على الناس وآتى بالطمي والخيرات على البشر. وهكذا الحياة يجب أن نفهم من خلال هذين النبعين الصافيين. وورث سليمان داود، وكلا آتينا حكما وعلما. إذن هناك بيعة ومعية سابقة، وهنا بيعة ومعية لاحقة، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه، على أبي بكر، وأيده بجنود لم تروها لأبي بكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ساكن بإرادة الله ومؤيد بفضل الله. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وعلى الابتداء، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. أيها الأحباب، هذا باب طويل قد الإنسان يتحدث فيه كثيرا. وأختم بأنك إذا أردت بيعة مع مرشد، وإذا أردت معية قلبية حقيقية في ذلك، فانظر إلى ما قاله الأكابر: لا تصاحب من لا يدلك على الحق مقاله أو ينهضك إلى الطاعة حاله. بالنظر تتغير الأحوال. وقالوا: المرشد الكامل الذي تتابعه وتعطيه صفقة قلبك وثمرة جهدك وروحك أن يكون ذا علم صحيح وذوق صريح وهمة عالية واستقامة ظاهرة بادية. أما من كان على غير ذلك فلا تلقي بزمام قلبك وفؤادك وروحك إليه، لأنك إنما تعطيه هذه الصفقة كما أعطى السابقون النبي عليه الصلاة والسلام ليزج بهم في حضرة الله دخولا إلى الجنة، وهكذا المرشد الكامل أيضا ليزج بك في حضرة الله للوصول إلى الجنة. ونشكر الله عز وجل أن وفقنا جميعا إلى هذا المجلس، وأن أكرمنا الله عز وجل بسيدي ومولانا الشيخ محمد عبد اللطيف الذي ورث المكارم كابرا عن كابر ضخم الدسيعة يوم كل فخاري. فيكفي أننا معه وهو معنا، وأننا نزلنا بروضته وبساحته، ومن نزل بروضة الكرام أكرم. ونحن لسنا محسوبين فقط عليه، بل نعتقد أننا خدم بين يديه، نرجو منه أن يتقبل أمثالنا. ذرية بعضها من بعض، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فقد أعطيناه بيعة قلوبنا وأعطيناه ولاءنا ونحن معه، فنرجو أن يجعلنا في قلبه وأن يكون معنا، وحسن الظن أنه كريم ابن كريم، وهكذا خصال الكرام. أسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يمتعنا والمسلمين بحياته وأنفاسه وألحاظه ومدده، وأن يجعلنا في قلبه وفي ساعات تجلياته وما أكثرها، وأن نكون كما قال السابقون: الناجي منا يأخذ بيد أخيه يوم القيامة. ونحن قد بايعنا ونعتقد إن شاء الله تعالى النجاة، فسنكون في مركبه، والمركب إذا نجا حمل من فيه. وأرجو من الله تعالى أن يحفظ هذه الزاوية، وأن يجعلها عامرة بذكر الله وطاعته وطلاب العلم، وأن يجعلها مقصدا لكل الخيرين ومثابة للناس وأمنا، وأن يبارك في شيخنا وفي حياته وفي ذريته وفي أهله وفي كل أحبابه وإخوانه ومريديه وأنصاره ومن لاذ به وأتى إليه، وأن يحفظ الجزائر
وأن يحفظ رئيسها وأن يحفظ حكومتها وأن يحفظ شعبها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلها آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يحقن دماء هذه الأمة وأن يفرج عن هذه الأمة في كل مكان. أين اتجهت إلى الإسلام في بلد رأيته كالطير مقصوصا جناحه؟ ونسأله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا ولكم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وأن يرزقنا من حيث لا نحتسب. ونسأله سبحانه أن يبارك لنا في أهلنا، في ديننا، في أموالنا، في علومنا، في أبنائنا، في ذرياتنا، في تلامذتنا، في إخواننا، في أحبابنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا قبل الموت وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم يا أكرم الأكرمين. ونسألك شفاء من كل داء، ونسألك شفاء من كل داء، ونسألك شفاء من كل داء. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم الرحمن الرحيم الحنان المنان اللطيف أن يمن على شيخنا بالشفاء العاجل. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه وأن يمن عليه بالصحة والعافية، وأن يجعله ممن طال عمره وحسن عمله وعاد خيره على البشرية، وأن يجعلنا وإياكم ممن سار على نهجه واختفى أثره هذا إلى يوم الدين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلى الإله على النبي وآله فبهم تشم أزاهر البستان. طوبى لمن وعلى جماعة صحبه ويكون من أحبابه الحسنان. بين الصحابة والقرابة ألفة لا تستحيل بنزغة الشيطان. هم كالأصابع في اليدين تواصلا، هل يستوي كف بغير بنان؟ ويل لعبد فان آل محمد بعداوة الأزواج والأختان. صلى الإله على النبي وآله فبهم تشم أزاهر البستان. طوبى لمن